السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. الخميس كالعاده زي ما حضراتكم عارفين كل اسبوع بيكون يوم العزومه، يوم لمه العيله. يعني بنحاول دايما كل اسبوع حتى في الايام العاديه مش بس يكون في رمضان، ودايما بنعمل حضراتكم اكلات تكون لطيفه برضو، احكام تكون حلوه يعني. والهدف منها طبعا العزومه، او بنحضر العزومه لو كانت بكره ان شاء الله الجمعه او حسب الاجازه الرسميه او الاجازات عامه في كل البيوت ان شاء الله. طيب ما عملناش دي كرومي خالص السنه دي غير بس مره واحده في راس السنه اللي فاتت، واتطلب مننا كذا مره، وانا بصراحه ما عملتش كده اول رمضان. طبعا احنا في نص رمضان فمش ينفع الواحد اتاخر على كده. ناس كتير جدا قالت دي كرومي بنعمله بطريقه حلوه جدا. حاول دايما ان شاء الله يعني مع حضراتكم ببسط الامور، بعمل الدي كرومي كله في حله واحده، ما بتشغلكيش كتير، ما بدخلوش الفرن معاك كتير، ما بدخلكيش فكره اللي انت تحتاري في تسويته عامله ازاي. هنتكلم النهارده بالتفاصيل واحده واحده، مع حبه رز بالخلطه من نفس المرقه بتاعته. عندي الحلو بتاعك هيكون حبه قرع عسل بس ولا اكتر ولا كفايه. دي كرومي ما شاء الله طبعا اكيد يكفي، طبعا يبقى حجما كويس، ولكن هنتكلم بالتفاصيل واحده واحده. نتكلم في سعره لو حبينا، نتكلم في كمان حجمه، نتكلم في 4 5 كيلو 6 كيلو، في بيوصل لحد 12 كيلو. الكيلو بتاعنا بيبقى حوالي بنتكلم مثلا من 45 جنيه لحد 50-55 جنيه، دي اسعار موجوده في كل الاسواق. هنتكلم بالتفاصيل على الرز بالخلطه بتاعنا، هنطلع عليه مثلا كمان او معاه كبد بتاعت الديك الرومي. نتكلم عندنا لو حبه زبيب، حبه لوز محمر، حبه بصل محمرين. عندي بكي جرنيه كامل هنسلق بيه واحده واحده، جايب الحله بتاعت الحاجه كالعاده، لان هي دي الحله بتاعت الديك عامه، مفيش حله تبقى اكبر من كده. فنطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله نرجع نخش على الديك الرومي بالتفاصيل، نتكلم عنه، نفتح تليفونات ونعيش حياتنا مع حبه قرع عسل كمان بالبشاميل واحده واحده كده بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كل ما بتسال على الديك الرومي بقعد اتكلم عنه وبسيب اللي في ايدي، عشان لازم ان يكون شرحه يكون يعني بالتفاصيل، لان هو الديك الرومي مش حكايه. لو كان بلدي 2 3 كيلو، لو كان مزارع من 4 كيلو لحد 14 15 كيلو حسب اللي موجود، هو اسم. ولكن انا شايف ان هو ممكن نعمل زي ما بنعمل الفرخه عادي جدا، موضوع بسيط. وممكن زي ما بنعمل طريقه التركي العرق الملفوف التربيانكو او صدر الديك الرومي لسه كنا عاملينه، مش يعني نفس الطريقه، ولكن بنختلف او نتفق على التسويه لو كان في الحله، او قدراتنا تقدر نعملها في الحله، او لو كان في الفرن لو نقدر نسيطر على الفرن. هي الفكره مش اكتر من كده. مفيش ديك رومي هتلاقيه مشوي، ولا هتلاقيه بطريقه مش هو ديك رومي، لا اما هتلاقيه معمول في الفرن واخد مرقه كتير عشان يستوي كويس، او لو كان في سيطره على حله كبيره او على النار كويسه فنقدر نشتغل بيه. فدايما بقعد يعني ارد على السؤال الديك الرومي ده واقعد اعمل كذا وكذا وكذا بايدي. فانا قبل ما اشتغل دلوقتي مش مهم عندي ان اعمل الديك الرومي، المهم عندي ان اوصل المعلومه بكل بساطه وكل سهوله. انا قلت من شويه الديك الرومي حجما ده متوسط، ولا هو كبير ولا هو صغير، يعني هو مفيش اصغر من كده، ده اصغر ديك رومي هتلاقيه في السوق. ما يعديش عن كده، يعني هو وزنه اخره معايا 5 كيلو، وانا شخصيا شايف ان ده الوزن المثالي لاي ديك رومي طعمه يتاكل كويس. خلينا نقول بدل ما نجيب واحد 10 12 كيلو نجيب 2، هيكون الطعم احسن واجمل كمان في حته اللحم بتاعه. ايه المقادير؟ ايه الموضوع؟ هتكلم على المقادير بالخلطه بالحشو وبالتتبيله من بره، وهنتكلم بعد كده على التسويه واحده واحده. لو جينا كده يا حماده معلش عند القطاعه كده، انا محضر حاجتي من بدري عشان بس اوضح كل شيء. اول حاجه هو هيتبهر بملح وفلفل وهيتبل بايدي، هنشوف دي واحده واحده. ايه بقى اللي ممكن نجيبه ونحضره قبل ما نشتغل بالديك الرومي؟ اول حاجه عندنا الطبق الخضار الفريش الحلو ده، طماطم متقطعه، بصل، ثوم، جزر، كرفس، وكريت. شكرا على جنب. دي كل دي خضروات عطريه تديني نفس كويس جدا، بلس طبعا عندي الاعشاب دي اللي هي لو عندي زعتر او روزماري. الطبق الثاني عندي ورق الغار، عندي حبه هام، ليمون ناشف، عندي كبه صيني اللي الصغيره دي، كبه 7 حبات، حلو كلام. وعندي كلام كمان عندي قرفه خشب، حته خردل موجوده في النص برده اهي، ماشي، وزر الورد ده وحته ليمون. دي حاجات دي بتتباع كده عند العطار. وعندي كمان حبه فلفل حصى، فلفل اسود حصى. وعندي كمان قرنفل
ملوش دعوه بالمستكر، مش ملهاش لازمه عندي، ولا جوزه الطيب ولا الشطه ولا الكمون ولا الكزبره، مش شغلها النهارده خالص، يعني مش بتاعتها. لحد كده احنا وصلنا للمعلومه بكل بساطه وكل هدوء، واحده واحده هنشتغل بالحاجات دي بالتدريج. هنوسع نفسنا ده كده، ونوسع الاعشاب دي كلها كده، ونرجع تاني. هنجيب بوله فاضيه الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، واحده واحده كده عشان ايه؟ نعمل اللي احنا عايزين نعمله. هنجيب عندنا بكل بساطه، اول الكلام عندنا صلصه طماطم وفلفل اسود وملح وزيت، ماشي الكلام اهو. دول اللي هتبل بيهم الاول الديك، ماشي الكلام، واحده واحده كده عشان نوصل للي احنا عايزينه. وخلي ست البيت تقدر تعمل الديك من غير ما تسال شيف في التلفزيون، ولا تروح عند راجل ياخد ثمن الديك تسويه ولا الحاجات دي خالص. الموضوع ابسط مما يكون. والمرقه اللي هتطلع من الديك الرومي اللي هنعملها مع حضراتكم دلوقتي ان شاء الله، هي اللي هنسوي منها حبه رز. والرز عندي بسمتي اهو، كوبايه الرز البسمتي تاخد قدامها كوبايتين من المرقه اللي طالعه من قلب الرز. موضوع بسيط جدا وسهل ان شاء الله. طيب هجيب عندي معلقه الاول، ماشي الكلام، معلقه ملح كده، كمان حت ماشي، معلقه ملح كبيره، ماشي الكلام. نوسع نفسنا كده بقى عشان نبدا ايه نعمل اللي احنا عايزين نعمله. وهنجيب على الملح ده حبه زيت، وهنجيب على حبه الزيت والملح دول معلقه صلصه طماطم كده اهو، ادي واحده ادي اتنين كمان واحده، والباقي ده هنشتغل بيه برده مع الخلطه بتاعتي، ماشي الكلام. فلفل اسود وبراحتك اهو، خلي فلفل اسود حتى يكون مجروش شويه، نفك شويه من فوق كده بحيث ان الحاجه تبقى واضحه زي ما حضراتكم شايفين اهو. وبرده وانا شغال على وش الديك، ما كله هيتقلب اهو، نحاول على قد ما نقدر نعمل كده اهو، يكون مجروش نص جرش ماشي الكلام. حلو الكلام كده، لحد كده احنا زي الفل جدا. واحط عندي برده تكمله ليها حبه بهارات، فيها فلفل اسود مطحون. هجيب عندي، يعني انا مش هشتغل بفرشه لكن هقلب بس مش اكتر من كده، وهحتاجها طبعا بعدين كمان شويه. قلبنا كويس جدا الملح الكتير مع الفلفل الاسود مع حبه الزيت مع صلصه الطماطم، كلام جميل لحد دلوقتي، كلام زي الفل. وهجيب عندي حبه اعشاب زي دول مثلا اهو بالمنظر ده، حاجه تديني نفس كويس. ده ما يحصلش كتير يا جماعه ان احنا بنعمله ده، والشرح ده انا بعمله زي ما قلت لكم كل مره او كل سنه مره او مرتين بكتير قوي. ليه يا سيدي؟ عشان مره بتبقى في الكريسماس او في راس السنه، والمره الثانيه تبقى في رمضان يعني، ولما بتطلب والله كتير انا بعمله. لكن غير كده يعني بص كده، حبه الاعشاب الحلوين دول، الزعتر دول، ركز معايا في اللي جاي، الزعتر دول زي ما هم كده، معاهم ليمون، نعم ثانيه واحده حاضر عينيا الاثنين، معاهم حبه ليمون كده اللي جاي لك حالا، ثانيه واحده اللي انت عايزه كله انا هعمل اللي انت تمام. وطماطمايه الاول اهو، وبصلايه بياخد من كل حاجه حاجه كده، وفصين توم شايف دول، ماشي الكلام، بالاعشاب بحاجتي كلها كده تمام. وهجيب الاول عندي حبه ملح بسم الله، واروح عامل كده الاول جوه حبه ملح الاول، تبل حاجتي الاول كده ايه تبهيره لطيفه كده، ماشي الكلام. وهجيب عندي الخلطه دي كلها واروح حاشي بيها تاني كده مع، بص انا بعمل ايه يا حماده، شايف اهو، مع التومه مع الليمونه مع حاجتي كلها اهو في قلب الايه الديك. نوسع نفسنا ونجيب الديك كده قدامنا هنا عشان نخلص اللي احنا عايزين نعمله. وسع لنفسك. يبقى احنا حاطين الاول او حاشين الاول التوم مع الاعشاب، وهنجيب عندنا بايدينا كده ونبدا ندهن كويس الديك بالشكل ده، بمعلقه صلصه الطماطم اللي حطيناها مع حبه الاعشاب مع حبه الملح مع حبه الفلفل الاسود مع حبه الزيت. عندي الحله شغاله الناحيه الثانيه بتسخن كويس. ليه بقى يا فندم؟ عشان نبدا نديها صدمه. يعني انت هتسوي يعني بالصدمه؟ لا، هاخد لون الاول بالصدمه، وبعد كده هبدا هشتغل واحده واحده وهسلق وانا شغال. اه بص شايف الديك عامل ازاي؟ اه موضوع النهارده يعني ما بتعملش كتير زي ما احنا قلنا، بنعملها في السنه مره مرتين، بتك على الكلمه دي عشان ما حدش يقول لك يا عم انت بتعمل ديك رومي ليه؟ يا عم انت الناس مش عارف، لا بيحصل والله، ولكن خلينا بس نكون واضحين في كل حاجه.
تبلنا كويس قوي بالمنظر ده اهو، معلقه صلصه الطماطم، تبلنا الديك بكل بساطه وتمام التمام. طيب خليني ماشي استبل لحظه واحده زي ما انت على وضعك، عشان بس اشيل الحله لحظه واحده. شايف منظر الديك شكله عامل ازاي؟ امرايا تمام. هنجيب عندنا حله سخنه، زي ما قلت لكم شويه الحله دي ما بتتباعش كتير في حتت كتير، او الحجم ده ما بلاقيهوش عامه، انا كراجل بشتري معداتي او حاجتي ما بلاقيهاش كتير، فانا اروح استلفها من الحاجه كل ما انا عاوزها. طبعا كل امهاتنا عندهم الحجم ده. حبه زيت كده ماشي الكلام، ومعاهم كمان مكعبين زبده، سيح الزبده مع الزيت بالشكل ده، اديني نفس كويس اهو. الزبده عايز تحط سمنه حطي، انا بقول معقول يعني اهو. سخنها كويس جدا، عندي الناحيه الثانيه هوريك كل حاجه، وانا بسخن مش بقدحها بقى، ما بخليهاش تسخن مني تتحرق، واروح جاي عندي على طول كده بسم الله، وجايب عندي الديك الامرايه ده ومديله صدمه بالشكل كده اهو. نزلت الاول بالظهر ليه؟ عشان لو النار عاليه ولو هيتقطع الجلد يتقطع الجلد من الاول من الحته الثانيه، لما تهدى اخد من الوش واحده واحده. سيبه كده سيكه ياخد لون، وبعد كده هنبدا نبص عليه كده اهو بالجنب واحده واحده. هو اهم حاجه في الصدمه ان اخد لون حلو، عشان لما اجي اسلق ممكن ما افكرش، وده اكيد مش ممكن، ان اخش الفرن تاني، مش هخش الفرن خلاص. ان اخش الفرن ليه؟ عشان اخد لون؟ لا، انا خدت اللون من الاول اهو. شايف بكلم فيه عمود اللون اهو ده اللون ده، اللون الجولد ده. حاجتك كلها تكون متنظفه، حاجه تكون وهي لسه موجوده باينه كده اهو، ما تخليش حاجه يخش يقعد 20 ساعه في التنظيف اهو. وروح جاي عندي كده على الطبله بتاعته، وروح سايبه شويه. بص كده اللون عامل ازاي يا حماده، اللون الذهبي ده جالنا منين؟ من حبه الزبده اللي حطيناهم او الزيت اللي سخناه موجود. ماشي الكلام، هرجع لك تاني حالا، هشيل بس من قدامي الحاجات دي وارجع تاني على فكره ايه. استنى بقى لما نخلص الاول بس عشان نتكلم عن حلتين ميه سخنين جدا، لازم انا اغطي ده كله ميه دلوقتي، بس لما اصدم الصدمه اللي انا عايزها الاول. انا معطل حد على التليفون انا عارف، بس عايز اخلص ده الاول وبعد كده نتكلم براحتنا. حالا 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 شايف اللون؟ معايا يا حمود الصدمه دي، ولا اكتر ولا اقل. سيبها بس شويه كده. مين يا فندم؟ اتفضل عم ياخد صدمه يا من. انا اسف للتاخير يا فندم. الو يا من هانم. ايوه ايوه صباح الفل. صباح الورد يا فندم، انا اسف للتاخير يا فندم. لا ولا يهمك، اهلا بيك، تحت امرك. احلى صوت في مصر. انت اللي اجمل صوت في مصر، ربنا يعزك. اشكرك. عملت المكرونه البشاميل بتاعت حضرتك وطلعت كويسه ولا اي كلام؟ لا طلعت 100 100 بالهنا والشفا من ايدك بس، بشكرك. ربنا يبارك فيك. تحت امر حضرتك. عايز رقم حضرتك. طب مع زميلي في الكنترول يا فندم، وحضرتك تحت امرك. بشكرك، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا. هرجع تاني، بص اللون عامل ازاي؟ شايف؟ اهو. اهو. وياخد كمان كده، العب مع الديك براحتك خالص. اهو يا نوره من الغربيه، معلش يا نوره هستناكي تاني. بص بقى كده، كل الحاجات دي بتفرق معايا قوي. نعم يا فندم. بص الخلطه، شايف الكلام؟ انسى، واروح اعمل كده خلاص. بص خدت اللون من كل حته ازاي حضرتك كده. انت والله العظيم لو عملت احسن من علاء واحسن من 100 شيف في مصر. حضرتك هتعملي حاجتك في البيت قدام عينيكي. يلا بينا نقفل كل حاجه عملناها. ادي الاعشاب والخضار اللي حطيناه من شويه.
وادي عندي الجزر على الكرفس على الكرات على الطماطم على الثوم. ماشي الكلام اهو، حاجتي كلها قدامك اهو. هنجيب عندنا الاعشاب بكل بساطه، جربوا الطريقه دي مش هيحصل حاجه. ادي الاعشاب بتاعتي كلها اهي، ان انا كلمت عنها بالتفاصيل كل حاجتك كلها، مفيش حاجه تبقى ناقصاكي. يا سلام لو عندك حبه اعشاب تاني زي الروزماري دول او اكيد الجبل ده، هيديكي نفس كويس. بتجيب من عند السوبر ماركت او من عند اي سوق موجود، ولو ما لقيتيش هتلاقيه عند العطار ناشف، عند العطار هتلاقيه ناشف. ماشي انا جاي لك ثانيه واحده. ثانيه واحده شوف بس كده ايه الاعشاب دي، مهمه جدا. حبه القرنفل بتوعك اهو، القرنفل موجود في كل حته بيديه نفس حلو وفريش. فلفل حصى، كل ده فلفل حصى ولا يهمك. ماشي الكلام، شيل الحاجات دي كده نوسع نفسنا. خلاص اعتبر اول جزئيه كبيره خلصناها، وده المهم جدا. عند الحلتين السخنين بقى دول هنعمل بيهم ايه دلوقتي؟ حلتين ميه سخنين جدا، هم دول ان انا هشتغل بيهم وهعمل بيهم المرقه بتاعتي اللي هطلع منها للرز. كبد الفراخ، الكبد اللي عندك هتديها حضرتك عادي جدا، تطلعيها وانت بتنضفي الديك ميه ساقعه مغسوله كويس قوي، اغسلي كويس وقطعيها وشوحيها لوحدها على جنب اهي. عندك حبه لوز من بتوع اليميش، اسلقي اللوز كوبايه ميه وقشريه، هتلاقيه اتقشر عامل زي اللب كده. قشرت اللوز تمام التمام، هتبداي بعد كده تخش على مرحله التحمير بسنه زيت وشكرا. طيب تعالى بقى نخش على الحلتين التانيين نبص فيهم ايه. لما هسلق هيطلع مرقه كويسه جدا، هصفيها بالمصفى من البصل من الورق الغار من كل الحاجات دي كلها. وبعد كده هجيب عندي معيار الرز ده اهو، ركز معايا في اللي جاي دي. معيار الرز ازاي بقى؟ كوبايه الرز قدامها كوبايتين من المرقه. اتفضل يا سيدي، ادي الميه السخنه اللي انا بتكلم عليها، هي هشتغل بيها دلوقتي. الحاجات دي بتنجز معاكي وقت قوي قوي كمان اهو. الميه السخنه دي لو مش سخنه مش هتنجزني. هوسع لنفسي كده وعايز اوريك حاجه بس كده على السريع وانا شغال. ادي الميه السخنه دي هجمعهم على جنب هناك عشان ابدا اخد بس ايه الصدمه دي واشتغل. اول ما اصفي المرقه بتاعتي، بص عامله ازاي، مرقه زي ما اتفقنا. ايه اللي بيحصل عشان الرز الخلطه بتاعك يبقى حلو؟ شغالين بكسب وقت بس وانا ايه بشتغل مع حضراتكم. بجيب عندي في المرقه بس 4 مكعبات زبده حلوين كده عشان دي مرقه كتير، واروح عامل ايه، جايب عندي الرز سقطه كده اهو. شكرا، انسي، هتشوفوا كل حاجه قدام حضراتكم واحده واحده. وبقلب الرز مع الزبده مع المرقه بتاعتك. عينيا حالا، اصبر عليا، عينيا الاثنين. وادي الرز بالخلطه واسيبه عندي بالمرقه اللي طالعه منين؟ من الديك الرومي اهو. والزبده دي تخليه ملمع معاكي وتخليه طري ويبقى طعمه كويس. يا ام شهر صباح الورد. الو. الو، ايوه مشاهد، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا ماما. الو حضرتك، بس انا الظروف معايا ملطشه جامد ومع جوزي. طيب ام مشاهد، ممكن في الكنترول مع زماني بس تحكي لهم الموضوع وتسيب رقم التليفون في الكنترول. الو، طيب كلموها شوفوا مشاهدة عايز ايه يا جماعه، واسمعوا منها والنبي ما تقفوش معاها الخط، وشوفوها محتاجه ايه وخد رقم تليفونها. وحاضر يا مشاهدة عليا، هرجع. حاضر، ثانيه واحده هرجع تاني. بص بقى الميه السخنه بتعملي معايا ايه. بسم الله اهو، انا هحط بس كده ايه حالا حالا حالا، واروح اعمل كده مغطي الديك الرومي الحلو ده كده اهو. شايف الكلام اهو، غطي اهو. الله اكبر، تمام. شايف الكلام يا عمنا كده، وموسطه حاجتك كده، وروح جايب عندي حال. اصبر عليا، مش شايفني، اصبر. انا جايب عندي بطرمان الصلصه ده كمان ومفضيه، يعمل لي طعم حلو في المرقه. اصبر عليا يا عم، ما انت عارف انا بقى، انا بتكلم عشان بس اوضح للمشاهد، لاني مش كل يوم بنعمل الديك الرومي وكل يوم بنسال عليه، ولما بتسال عليه بقعد اقوله شفوي ما بيبقاش عامل زي ده، فالدقيقه دي ما بتعوضش كتير. هقفله واسيبه وطول الحلقه معاك براحتي خالص، اتقل عليا اهو.
واروح اعمل ايه صلصه الطماطم دي. بص غيرت لي الميه عامله ازاي. انا بحب اتكلم بالتفاصيل في كل حاجه. بص اللون الطريقه دي الطريقه دي عندنا احنا في العيله بس، عشان بس نبقى واضحين مع حضراتكم، دي عندنا من 20 سنه طريقتنا احنا بس بالبلدي كده وكل صراحه. بس انا كلامي واضح جدا يعني، مش هتلاقيها كتير عند حد، ولو عند حد الحمد لله الحمد لله احنا مخترعينها. هتقول بهزر؟ اقول لك والله ما بهزرش، اسال يعني قبل ما تتكلم اسال. الطريقه دي طريقه بتاعتنا، طريقه شربينيه قوي من 20 30 سنه يعني، من ساعه ما وقعت على الدنيا في المهنه انا شخصيا بنعملها. هي دي طريقتنا احنا، بنسلق وبنشوح وبنعمل طريقه الروستو والفرن كله في قلب الحله. هتقول لي ازاي؟ اقول لك اسال تاني مره بقولها لك. ليه؟ كل ناس كل واحد ليه طريقه، هي دي طريقتنا احنا. كل شيف في الدنيا ليه طريق، ممكن تلاقي طرق احسن منها اكيد، هتلاقي طرق اجمل واطعم وكل حاجه اكيد، ولكن دي طريقتنا. في ناس تحب تسوي الرز هنا احسن مني، بس انا حبيت اقول دي واحب اقول دي. ده كده زي الفل وتم التمام. مره نملحه، نملح شويه المرقه. ليه بتملح المرقه؟ تملح المرقه عشان اللحم بتاع الديك يخش جواه الميه دي كلها وهي بتسلقه، يبقى متبل، يبقى واخد طعم كويس. ماشي الكلام؟ سيب الكلام ده كله بقى ياخد وقته ويعيش حياته قد ايه لو عملنا الطريقه دي. انا براهن حضراتكم بكل وضوح وبكل بساطه، لو عدى الساعتين بحق، لو عدى الساعتين على النار كده قدام حضرتك بحق. هتقول لي ازاي؟ هقول لك والله هو كده عن تجربه وعن شغلنا كده. كل ما الديك يكون صغير معاكي، وكل ما تشوحي حاجتك، وكل ما تحطي ميه سخنه وتحطي حاجتك بالشكل ده، كل ما ينجز معاكي في التسويه ويديكي طعم كويس ويديكي سرعه كمان في الاداء. ساعتين زمن لو ما طلعش مستوي صح مظبوط ويطلع يتاكل، ابقى انا بقول اي كلام. مش هينفع اقول اي حاجه قدام احنا على الهوا، انا مش بكلم واحد صاحبي في التليفون ولا بجامل حد في حاجه، انا بقول كلام 100% لازم يكون صح، الا لو ما اقولوش افضل. انا بقول لك الديك الرومي لو اتعمل بالمنظر ده لمده حجمه 5 كيلو 6 كيلو، ميه مغليه، حله سخنه، شمطيه، خضرواتك وحاجات دي كلها بالمنظر ده عملتيه، انا براهنك من واحده لثلاثه لاربعه بالكتير تكوني بتطبخي. طلع ساعتين بالكتير قوي. بس سيب ده بقى يعيش حياته وبالهنا والشفا. وزي ما قلت لحضراتكم من شويه هصفي المرقه منه كمان ساعتين، هاخد المرقه هعمل منها حبه رز بالخلطه. وامرني بقى اتفضل. انت عايز فاصل؟ حقك، مش هقول لك لا. وادي هنا عندي المرقه بتاعتي اهي مع حبة الرز، عشان اعمل حبة رز بخلطة. محترمين بياخد الاول غلوة، مش هحط زعفران بقى ولا حمدان ولا بتاع، هو زي ما احنا كده، هو بطعم المرقة بتاعته بحاجته كلها، بس بتتصفى ونحط لها حبة زبدة عشان تقوم الطعام. هطلع فصل صغير جدا، بعد الفصل نرجع نكمل بقى ونخش على الطبق بعدين ان شاء الله. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل مراجعه سريعه مع حضراتكم كده، عملنا الديك الرومي ابسط حاجه في الدنيا، وسايبينه يعيش حياته ويتكتك مع نفسه، ونبص برده بص عليه كده ممكن يعني نشوف ايه الجديد ولا اللي بيحصل. بدات تبان لبته، هيبدا بقى يغلي. بص بقى كده، طبعا خدوا بالكم ان النار هنا مش زي نار البيت، نار البيت اقوى، نار غاز، لكن دي نار كهرباء. انا بتكلم بكل صراحه، نار الكهرباء على ما تقوم بتعمل شغل كويس، ولكن بتاخد وقت. بص عشان تبدا تغلي، بص يا حماده، طبعا دي ميه بتغلي بقالها كتير عندنا هنا على حلتين على جنب. استنى بص على العنوان يبان، يعني الجواب بيبان من عنوانه زي ما بيقول لك كده. بص اهو المنظر، شويه هتغلي هتبان كل حاجه. طبعا الصدمه واللون وكل حاجه الحمد لله كانت واضحه قدام حضراتكم بكل وضوح وبكل بساطه. طيب خدنا منها حبه مرقه من دول، لما يتصفى كويس عملنا بيه حبه الرز، ونسيبهم برده يعيشوا حياتهم برده بالمنظر ده اهو. ونوطي برضو عليه النار، بدأ خلاص يخش التسويت، ونوطي عليه النار شويه. طيب انت قلت من شويه طبقين تاني، فزمايلي في الفاصل قالوا لي اطبق في بعد بقى اطبق تاني. لا، هو طبق واحد حلو، هو برضو على طريقتنا يعني. انا جايب لكم النهارده الحاجات اللي من خزنه انا جاي يعني. قرع عسل، قرع العسل هو من الاطباق الحلوه الشرقي جدا. في ناس تحبه بالايس كريم، في ناس تحبه سادة، في ناس تحبه بشاميل، في ناس تحبه فرن، ليه طرق كتير جدا. يا ليه البطاطا طبعا، وفي حاجات كتير جدا من الحاجات الحلوة بتاعتنا بعديها طبعا او قبليها، ام علي والحاجات الشرقية الحلوة بتاعتنا. الطرق دي طرق
البلدي بتاعتنا احنا يعني. حتى زمان انا كنت بتعلم الحاجات دي من ناس يعني اساتذه لينا كانوا بيطبخوا الحاجات دي بدون مبالغه. انا حضرت الجيل ده، انا يمكن دخلت المهنه من وانا عيل صغير، ان مهنتنا اللي بتعلم فيها من هو صغير هو اللي يعني بيمشي حالها شويه. ليه؟ اتكلم مثلا في سن 12 14 سنه كنت بمشي في المهنه دي او بشتغل في المهنه دي، يعني حتى وانا عيل صغير بروح كده ايه زي ما بيقولوا كده ايه يشوف الدنيا فيها ايه. لازم ده كار عندنا وعيله وبتاع وشغلانه، فلازم ان الموضوع يكون من الاول يعني. فكنت اشوف ناس بتطبخ وهي قاعده، شيفات كبار ما بهزرش والله، ما كانش في حاجه اسمها شيفات عامه، كانوا طباخين يطبخ وهو قاعد. ما هو راجل كبير يطبخ وهو قاعد قدامه بقى، وكم صبي بقى من انا من ضمن الصبيان والصغيرين، لو ان يالا الجاروف ده، الجاروف ده اللي بيتقلب بيه، لو ان يالا مش عارف علبه الزبده دي فين، استنى كده، وحوالين الصبيان، وبكل واحد فينا بيعمل اللي هو عايزه. طورت الدنيا طبعا، اكيد بتتطور. بس من ضمن الحاجات كان القرع العسل ده، كانت انا بقف اقشر فيه. طبعا بنجيب القرعيه كامله نقعد نقشر في القرع العسل ده ونقطعه مكعبات، وبتعمل بالطريقه اللي انا هعملها لكم دلوقتي دي بكل بساطه. وكان الديك الرومي نفس الكلام، بس ما كانش ديك رومي واحد، كان يبقى ممكن 15 ديك رومي 20 ديك رومي حسب الشغلانه وحسب الحفله او حسب الموضوع. انا بجيب لكم حاجات او كلام ممكن بعض الناس ما تقولهوش لو هي مطرحه، لكن بالعكس انا بفتخر بمهنتنا وبفتخر بشغلانتي اللي هي في يوم من الايام وقفتني مع حضراتكم او قدام حضراتكم، فلازم اكون فخور بيها. ما بقاش حاسس اني كنت في يوم من الايام ان انا صبي ازاي ابقى، لا بالعكس، ما كنتش تبقى صبي عمرك ما تبقى صنيع او وسط زي ما بيقولوا في البلد يعني. عمر ما حد يطلع من تحت كده يبقى الصبح بقى برنس او بقى وسط او بقى استاذ او بقى بروفيسور يعني، لازم تبدا واحده واحده. فمهنتنا دي نفس الموضوع. المهم فالقرع العسل ده هعمله بطريقه حلوه جدا. كيلو القرع العسل، كيلو القرع العسل بياخد كيلو ربع او 700 جرام من السكر. كيلو القرع العسل ياخد كيلو ربع او 700 جرام، وممكن اقل من السكر شويه لو القرعايه غامقه. ركز في اللي جاي ده بقى، لو القرع العسل غامق يبقى مسكر شويه، يبقى اقل من السكر، يبقى مستوي. لو فاتحه قوي وناشفه يبقى نيه، يبقى لسه شويه عليه حتى ومش بتقشر تحس ان هي ايه قفشه قوي، فبنزود السكر. انا بقيس بس بايه، بقيس النسبه والتناسب. حاضر ناخد زينب ونكمل. يا زينب هانم صباح الورد. الو، طيب كلميني تاني. طب هنحط السكر على قرع العسل اهو قدام حضراتكم هنا كده واحده واحده، اه ماشي الكلام. واحط على السكر والقرع العسل ده ظرفين فانيليا، وناخد الكلام ده ونطلع بيه على الحل ونعمل كده بسم الله اهو، ونوطي النار ونسيبها تعيش حياتها خالص عشان ما تحرقش منك، عشان ما تحرقش ويتكرمل اهو. عفوا. ماشي الكلام. ولما نيجي نقلب نقلب معلقه خشب. نعم يا فندم. انا اسف. يا جودي صباح الورد. صباح النور. يا اهلا بيك يا جودي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه الاسم الجميل ده؟ عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين. ما شاء الله عليك. قولي لي بقى اخبار الاكل معاك ايه يا جودي؟ كويس. انا بس كنت عايز اسالك على حاجه. انت تأمري امر، اتفضلي. هو العيش باللحمه ممكن يتعمل بالعجينه ولا يتعمل بالعيش؟ ينفع طبعا بالطريقه الاسكندرانيه يتعمل بالعيش بالعجينه عادي، وممكن يتعمل اللي هي يا فندم بالطريقه الاسكندرانيه ينفع يتعمل بالعيش بالعجينه، وبالطريقه العاديه ممكن نجيب عيش بلدي او عيش شامي ونقدر نعمله عادي برضو تمشي. المهم اللحمه بقى خلطتها عامله ازاي، هي دي الاهم. يا جود. ايوه معاك. سامعاني؟ اه. وقولي لي عايز اسالي في ايه تاني تحت امرك. لا كده خلاص. صباح الورد عليك وسلمي على امك، كتير جدا سامع صوتها. صباح الفل يا جود. اي حاجه تانيه؟ ماما بتقول لك ميرسي قوي. يا حبيبتي ربنا يحفظها لك يا رب. حبايبي بشكرك جدا، شكرا لذوقك انت وماما وبابا واخواتك وحبايبي كلهم، شكرا جدا ليك يا جوجو. صباح الفل. تمام نرجع تاني، كنا بنقول ايه بقى؟ خلاص قرع العسل، حطينا السكر وحطينا القرع العسل، بعد ما قطعناه كل ما قطعيه صغير كل ما يكون الطف، بس مش نمنمه عشان ما تهريش مننا بسرعه. طيب هعمل لقرع العسل ده حبه بشاميل باللبن، ولو عندي كريمه ماشي. اللبن
وانا بغلي اللبن او بدفيه بجيب عندي حبه فانيليا، شايفه محمده، وحبه سكر او عسل اللي نفسك فيه. تمام، بقلبهم كويس كده اهو، يدفوا شويه زي لبن ام علي كده. يا حماده صباح الفل. عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. ازي صحتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بيك. انت حماده اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم، الله يخليك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم، ربنا يعزك، تحت امرك. الله يخليك. لو سمحت يا فندم كنت عايز اسال بس حضرتك، الخلطه اللي حضرتك عملتها دي ايوه تنفع في بطايه ولا تنفع حاجه ثانيه؟ نفسك فيه كله يا فندم. تنفع تنفع في بطايه، مفيش مشكله. عادي جدا، بالهنا والشفا. ماشي، متشكر جدا. بس خد بالك، لحظه واحده معايا محمد. ايوه مع حضرتك. المرقه مرقه البط غير مرقه الديك. ايوه، فلما هتيجي تعمل المرقه دي رز هيبقى تقيل، خففها. ايوه بس فهمني. ماشي، متشكر جدا يا شيخ. بشكرك يا حماده، تحت امرك تحت امرك تحت امرك، بشكرك جدا. هجيب عندي خلطه بشاميل كنور، وانا خلاص سكرتها يعني مش همشيها عندي حادقه، وهقلبها في كوبايه لبن كبيره او لتر لبن كبير بالشكل ده، هيتقل معايا اهو، وهقلب كويس اهو، قلب كويس، خلي الحاجه تكون متظبطه. لو عندنا كريمه لباني ماشي. بص هنا بص هنا قرع العسل معايا انت ولا فين؟ يا نيفين هاني، صباح الورد. صباح الخير. اهلا وسهلا بيك يا فاني، ازيك؟ ازيك يا علي، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم، ربنا يعز حضرتك، تحت امرك. يا نيفين. طيب كلميني تاني يا نيفين هاني بعد اذنك، انا في انتظار حضرتك، تحت امرك. تقلب بشاميل بكل بساطه اهو لحد ما يربط معايا ربطه كويسه، وبعد كده سيبه يهدى شويه، وبعد كده اقفل براحتي بقى قرع العسل بتاعي. قرع العسل لما هينهار وهياخد تسويته هيبقى تحس ان هو بقى عامل زي المربى. لما يبقى عامل زي المربى بيبرد شويه لو هناكله ساقع، لو هنخش الفرن مش فارق عندي يبرد او ما يبردش. بهرسه بالهراسه زي البطاطس البوري بالظبط. بهرسه زي البطاطس البوري بالظبط. وابدا احطه عندي في بايركس، هنشوف كل حاجه قدام حضراتكم دلوقتي. وابدا ادخله عندي الفرن، ياخد الجرتاب، ياخد اللون بتاعه من غير جبنه ولا غيره، هي البشاميل هيديني اللون اللي انا عايزه. طبعا البشاميل دلوقتي بقى خلاص جاهز، اهو عايزه خفيف اهو كده جاهز، عايزه تقيل نسيبه على النار شويه. اتفضل. احنا لسه اشتغلنا من فاصل؟ ده انت هتطلع فاصل ترجع تختم ولا ايه؟ لا المفروض مين؟ المفروض عند المكواجه عم الحاج، استنى بس عليا، لسه اشتغلنا. انت رايح فين؟ لا 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 لا، اتقل يا سيد، انت تطلع لي فاصل وتروحني، لسه اشتغلنا حلقه حلوه والدنيا لطيفه. بشاميل اللي خلاص بيتقل تمام؟ ده انا لو ماشي وراك كان زمان دلوقتي ايه بشد في شعر، لو كان عندي شعر يعني، لو كان عندي شعر. انت فاتلك بلاد انت يا محمد يا خالد. يا حمود انت يا امرايا. ديك شغال، الدنيا تمام. جينا بقى نجيب قرع العسل وندخله الفرن. بيطلع معايا كده قرع عسل يا فندم. شايف ده؟ انت فين يا عم حمود؟ واعمل كده في قلب البايركس حسب الكمية اللي عندك. كده اهو. شايف؟ وممكن نعمله في طواجن صغيرة حسب برضو اللي نفسك فيه. والبشاميل لو زي ما اتفقنا هندخل على طول على الفرن، يبقى عادي جدا ندي وهو سخن كده. شايف المنظر؟ على الهواء علاء، اتفضل. شايف المنظر؟ هنحط عندنا حبة مكسرات، ولكن نحطهم بعد الفرن، يعني ناخد لون صغنن ونطلع. يا ام عماد. صباح الخير. صباح الورد يا ماما، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف، اهلا بيك يا امي، اخبارك ايه؟ ازي صحتك؟ الحمد لله. عود اليوم على حضرتك يا ماما. طيب. ربنا يخليك وانت طيبه يا امي. الحاجات الجميله دي يا حبيبي اللي انت عاملها يا حاج، ده من خير حضرتك يا ماما ودعواتك. ربنا يخليك يا رب العالمين. الله يخليهم. انا بس عايزه البشاميل، خدت المكرونه بالبشاميل. حاضر يا ماما، عينيا الاثنين. اوامرك. حاضر، عينيا الاثنين. اوامرك. بقول لحضرتك وطالبه منك طلب والنبي. اموريني يا ام عماد، اتفضلي يا ام عماد. انا بنتي مكتوب كتابه بقالها سنه ونص.
وعايزه بس اي حد يساعدنا في الجهاز بتاعها ربنا. طيب حاضر يا ام عماد ما تقفليش الخط. حاضر يا ام عماد ما تقفليش يا خط بعد اذنك يا ام عماد، ومع زمايلي في الكنترول سيبي رقم تليفونك واسم بنت حضرتك ومكانك. حاضر يا ماما، ربنا يبارك لك يا رب العالمين ويجعله في ميزان حسناتك. تحت امرك يا ماما، ربنا يخليك بنتك يا رب. مشكور. حاضر عينينا الاثنين. بص المنظر عامل ازاي، حبه الرز البسمتي. انا بحبش اكلم حاجات، بص ده اتعمل دلوقتي ده اهو، انا عايزه بس يتبخر شويه حلو عشان ده ينشف سنه بسيطه وهنقفل كل حاجه وما تقلقوش ان شاء الله. يعني اللي فيها اللي ما تغرقش، ما حدش يعتمد على 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 الوقت بتاع البرنامج والمخرج في الديك الرومي هيضيعنا طبعا. عادي يعني جدا، يعني لو انا ماشي وراهم مفيش حاجه ولا حاجات هتطلع النهارده، بس ربنا اللي بيسترها طبعا. طيب الرز خلاص كده، بص عامل ازاي اهو، انت اللي فالح فيه على الهوا يا علاء، على الهوا يا علاء. قلت لي كم مره وحتى ابوك النهارده 86 مليار مره. عم حرام عليك، انا عارف انت هتطلع فاصل. ماشي يا سيدي، طيب هنطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله هنبدا نغرف الاكل اللي احنا عاملينه من شويه مع حضراتكم قبلها بشويه. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل شغالين في قرع العسل، هنبص عليه برضو يعني مع حضراتكم، حطيناه في الفرن ياخد لونه، وهنبص برضو على الني. بحب دايما اوضح كل حاجه، يعني ني ني واللي بيستوي كل حاجه تتقال، في حاجات بتتعمل واحنا واقفين، حاجات بتاخد وقتها شويه في التسويه. يعني بص ده كده مثلا اه، شايف المنظر، انا ما حطيتوش ميه، هو منه فيه السكر مع القرع جاب ميته، ريحه الفانيليا اللهم اني صايم عامله شغل عالي قوي. طبعا كان الافضل نحط حله اصغر من كده كان يبان اكتر، ولكن يعني كده لطيف. ده اول ما يستوي كويس هنبدا بالهراسه هنهرسه. خليني اوري حضراتكم برضو تيست لو بسيط، يعني مش هنخسر حاجه. اه بص شايف انت فاهمني اهو، بس شويه لسه في ايديا السنه، عايز ياخد سنه كمان اهو، ادي الهراسه ياخد وقته، ولما يستوي كويس هيشرب ميته وهيبقى معايا سهل وبيتصفى كمان ساعات. نبص على الفرن بالمره، الله الله الله، نطلع بيه على طول اهو، ده اللي احنا عملناه من شويه. فاكر ده يا حمودي؟ عايزين نحط بقى حبه مكسرات، ماشي اهو كده بسيط بسيط كده عشان نسيب الشكل الجميل ده، مش عايزين برضو براحتنا. تمام بص اه، ده بقى يعني يتعمل بطواجن حلو، ما تعملش بطواجن وتعمل بطاجن كبير زي ام علي، ماشي حسب اللي عندك وبراحتك. يعني ادي قرع العسل، تعالى بقى نقفل الديك الرومي، لاني خلاص المخرج ايه غالبا يعني ممكن يطردني حالا هو وزمايلي. عمرك ما اقول كده. ادي حبه الرز، بسم الله. ادي يا باشا حبه الرز البسمتي اهو، والحله ما بتكدبش. نجيب بس حبة دول اهو، شايفه محمود اهو، تمام. حشب تعملي بقى ايه بقى، انا هقول لك تعملي ايه وانت في البيت كده وقت ما تعملي حبه الرز دول عشان تقدميهم صح. ادي عندك ريحه الديك الرومي اصلا كلها طالعه في الرز، لان ورقه الديك الرومي هي اللي عملت كده اه. بس على نفسنا كده نساوي حبه الرز الحلوين الفريش دول كده اهو، بالشكل ده كده اهو اه. واروح اعمل ايه، حضرتك جايبه حبه زبيب حلوين ومقرنشه طبق بالشكل ده كده اهو اهو، تمام. حبه لوز مقشرين محمرين بالشكل ده كده اهو اهو كده اهو، تمام. بصلايه محمره زي بتاعت الكشري، جربي بس مش تخسري حاجه اه كده اهو، تمام. حبه الكبد اللي موجودين على الجناب دول بيبقوا ليهم طعم كويس قوي، لو كان كبد تلو او كبد لحمه عاديه كده كبد بلدي عادي يعني، مش هقول لك لا، او لو حبيتي تعمليها بكبد الديك ماشي ماشي الكلام.
عندي برضو حبه جرنش، لازم تجرنشي حاجتي كويس، يعني فلفل الوان لطيف كده يديك لون حلو، مش هيقول لا. اهو انا برضو دي عزومه ما بتتعملش غير كل سنه زي ما اتفقنا مره، يعني مش كتير. اهو حبه فلفل الوان ديكوريشنز لطيف كده اهو. تمام كده، فاضل بقى ايه المعلم يجي يريح هنا بقى ايه ويقعد في النص. ديك الرومي بعد ما بنطلعه ونصفيه بنحطه في مصفى شويه يتصفى من الميه بتاعته، يتصفى من الميه بتاعته. حلو كلام، بياخد وقته في التصفيه لحد ما يبقاش فيه دقيقه ميه، وممكن نحطه في صينيه ثانيه نحطه ويتشمع او يبرد براحتنا خالص، وممكن نعمل له صوص، ممكن نعمل له صوص ديميجلاس لو حبينا، ممكن نسيبه زي ما هو ثابت من غير حاجه خالص كده اهو. بعد كده بنطلع الديك بعد ما يتصفى بيبقى قدامي بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح عاملين كده اهو ما شاء الله، بالهنا والشفاء لحضراتكم. الموضوع واضح جدا وبسيط. حاجة تانية بس قبل ما اختم يا شيف، لما هو قدامي في النار وبقاله ساعتين انا هعرف منين هو استوى؟ هعرف منين؟ هقول لحضرتك حاجة بالمرة قبل ما اختم عشان بس نبقى واضحين. حضرتك هتجيبي كالعادة نفس الحركة بعملها، هتجيبي سكينة رفيعة زي كده وتبدأي تغز الغزة في قلب الديك الرومي من الصدر او من الورك او من اي حاجة. جاب معاكي مية حمراء يبقى لسه ما استواش، جاب معاكي مية بيضة يبقى على وشك التسوية، ما جابش خالص تحس ان خلاص استوى. وتاخدي كمان واحدة من هنا من عند الفخذ حاجتك كلها تبقى باين، وكمان هتلاقي رجليه بصي بدأت تبان. والأعشاب اللي حطيناها فاكرينها؟ شايف يا حمادة؟ كل حاجة واضحة جدا لحضراتكم، كل حاجة بمنتهى البساطة. لسعة خدناها من الأول صلصة الطماطم أهي مع الزيت والفلفل الأسود والأعشاب، كل حاجة واضحة. بص الأعشاب لما اتحرقت بقت عاملة إزاي؟ حاجتك كلها واضحة جدا ما فيهاش أي صعوبة. الأكل لو بتعمل بمزاج أو تعمل بنفس بيبقى أحلى أكل في الدنيا. ولما حضرتك تخش المطبخ هتعملي الأكل مش بس بمزاج ونفس، هتعملي كمان الأكل أحسن من علاء ومن ألف شيف في الدنيا. أنا مشكلتي في الديك الرومي مع ناس كتير جدا إن هي عيني ما بتروح تجيب ديك رومي مثلا ب 500 جنيه تروح تسويه ب 1000 جنيه عشان حبة الرز وحبة الديك. ممكن بعض الناس ما تكونش تقدر تعمل كده في البيت، ان هي ما عندهاش الحله دي او ما تعرفش تعمل كده، بس لكن مش هنفضل طول عمرنا ما نعرفش، نعرف واحده واحده. ممكن نعمل ده بفرختين نفس الطريقه دي، بفرختين ثلاثه نفس الطريقه دي، وناخد منها مرقه برده ونعمل حبه الديك، حبه الرز للديك الرومي. يمشي في كل الاحوال، في كل حاجه هتمشي، ولكن اهم حاجه احنا عايزين نعمل ايه، هنمشيها ازاي، هتبقى فين ونعمل ايه، بس ولا اكتر ولا اقل. نطلع بيها على طول، دي الديك الرومي لحضراتكم، عزومه الخميس الهنا والشفاء لحضراتكم. نقدم كده الديك الرومي وجاب منه زي ما اتفقنا قرع العسل، ومساءكم كله عسل وحلقه جديده، والسلام عليكم.